اشتركي على الفيسبوك نور أريبيا. بدنا باكيت معكرونة مسلوقة، 4 حبات ثوم مفروم، معلقتين كبار زيت نباتي، كوب بروكلي، لا بدنا 2 كوب خس مفروم، 2 حبتين جزر مبشورين، عود سلري مفروم، 1/4 كوب مخلل خيار مفروم، 1/4 كوب مايونيز، 1/4 كوب لبن، 2 كبار خل، 2 كبار ليمون عصير الليمون، 2 كبار زيت زيتون، ملح وفلفل، 1 صغيرة بابريكا مدخنة، 1 صغيرة زعتر ناشف، 4 صدور دجاج، 1 صغيرة من بودرة الثوم والأعشاب من كنور، 1/4 كوب لوز محمص، وكوب بصل أخضر مفروم. تمام، مقادير كتيرة لكنها بسيطة، كتير بسيطة. هلأ أول شيء بدنا نقلي الدجاج، بتقدروا يا أما تحطوه مسلوق بهاي السلطة يا أما تقلوه. عملت كتير سلطات فيها دجاج مسلوق، فاليوم قررت أحطه مقلى شوي. ننزل الدجاج، هلا ديالا ما بدخل له كثير توابل غير هلا انا قلت بابريكا مدخنه، اذا لقيته ما لقيته حطوا بابريكا عاديه، بس هاي لها نكهه شوي مختلفه. في عندنا كمان خلطه الثوم والتوابل من كنور، رح احط منها كمان معلقه اللي هي هاي الخلطه، اوكي. وبعدين رح احط رشه زعتر، شويه ملح، شوية فلفل أبيض. فهيك إحنا صار عنا نكهة، يعني الدجاج نفسه اللي بيدخل بالسلطة برضه منكه، إله نكهة. طيب، في ماريا بازيان بتسلم عليكي، وفي سؤال لإلك جميلة بتقول ديما شو بعصبك؟ بدي أفرم شوية مخلل خيار حتى أحضره للسلطة. خليه هيك قطعة كبيرة بما إنه أصلاً المخللات شوفي شو صغار وحلوين، فما بدي أصغرهم كتير. يلا، إسراء ملكاوي هي وبنتها أمر عم بيحضروا الفقرة هلأ، وبتقول لك بدنا خلطة اليالانجي. حاضر، هلأ أعطيها إياها. طيب، هلأ بتحطي طبعاً الرز، بحط كمية منيحة من البقدونس، بندورة مفرومة تقريباً 2 حبتين بندورة، بصلة، بحط دبس رمان، عصير ليمون، زيت زيتون، رشة بهارات بسيطة مو كتير، ونفس هاي الحشوة بعد ما أحشي فيها اليالانجي بصفيها، فاللي بتنزل بالمصفاي من تحت برجع بحطها بطبخة اليالانجي، كتير بتعطيها نكهة. في عدة وصفات، في ناس بضيفوا بن، ما تستغربوا فيها بن، في ناس بضيفوا بس دبس الرمان، ليمون، فحسب الرغبة. أنا مرة جربتها بالبن برضو طيبة، بس لقيتها بدبس الرمان أطيب شيء، يعني لما يكون دبس رمان لحاله. في أم قصي خضماني بعثت لنا صحن حمص. عن جد دائما بقولوا العين بتاكل قبل التم. أشوف والله. بدك تشوفي؟ ليش ما أشوف ولا بس أنت تشوفي؟ يا سلام، يسلموا إيديك على هالتزيين الصحن، شو بسيط وشو منظره هيك فيه وكل الألوان، يسلموا إيديك. أوكي، خلينا بس هيك نبارك لزميلنا أنس سمير من قسم الإضاءة اللي ربنا تعالى أكرمه بمولودة أطلق عليها اسم دانا. ما شاء الله يا رب تتربى بعزك، والله يعطيها الصحة والحظ دائما يا رب. مني ومن ديما ومن كل الشباب بالاستوديو بباركوا لك. مبارك مبارك يا رب. هلأ مخللاتنا صاروا جاهزين. في سؤال، إمتى ببلش مطبخ رؤية في رمضان؟ إن شاء الله عن قريب منبلغكم، نحن في النهائيات. بسمع عاشور بعثت لنا صورة إشي زاكي، وهذا الحكي ما بيصير يا بسمة وغير مسموح، وهذا الحكي لعلمك ها بيعصب. بيعصب تخيلك. أنا بعثت صورة إشي زاكي. طيب، هلأ ديالة كتير بيعطي نكهة، أشوف هم لأنهم قطعهم صغيرة. في إشي يعني إشي اسمه حلو، هو عيون المها طبعا، وعملتها موجودة. موجودة؟ أوكي، موجودة على موقع رؤية باسم عيون المها. هي بعثت لنا اياها بسمة، هذا هو. يا عيني عليكي. هي محشي؟ عملتها. لا هو مش محشي، هو بنعمل على شكل عين، هي عامله فراغ بالنص، انا بعمله مسكر بس. لا هي عامله عين حورس. عين حورس هيك. طيب، هلا الجاج صار جاهز، رح نتركه نشتغل بالجاهز عندنا. اكثر شيء رح يعطي نكهه للمخلل
للسلطة هاي المخلل والكرفس اللي هو السلري. أوكي. ديما في سؤال، بصير نحط دبس الرمان مع اليالانجي؟ طبعا هو يعني أساسي، يعد أساسي لأنه كتير بيعطي نكهة، بيعطي حموضة كتير حلوة لليالانجي. أوكي، أبو رزق بقول لك ديما كل الشعب يحبك. الله يرضى عليك ويسعدك يا رب. طيب هلأ الجاج جاهز، رح أخلطه بعدين مع السلري والمخلل. الخس عندي مقطع، الجزر عندي مبشور جاهز. بالنسبة للوز، اللوز محمص، حطيته بس بمقلاية أو بالفرن وبس خليته تقريبا ربع ساعة حتى يتحمص بدون زيوت طبعا حتى يصير هيك لونه. هلأ بدي أعمل الدريسنج أو الصلصة. حط لها برضو شوي من بودرة التوم، من كنور، ملح وفلفل، مايونيز، كمية متساوية من المايونيز ومن اللبن. أنا دائما بحب أكسر المايونيز باللبن بكل تقريبا سلطاتي لأنه بيعطي أول شيء حموضة وبهيك بيكمل طعمه، وكل السلطات حتى الكولسلو بكسر المايونيز فيها باللبن، ما بتحسي إنه فيها لبن وبنفس الوقت تطلع خفيفة وما بتطلع هيك ملبطة كتير، تطلع أخف. أحلى ملحم من قربت بتسلم عليكي. خل وسارة من السعودية، الفقرة حلوة كثير يا ديمة. الله يسعدك يا رب. عصير الليمون. أم مالك بتقولك في مجال تعطيها هلأ على السريع سلطة بطاطا؟ حاضر هلأ، بس دقيقة معي أم مالك. وهلأ زيت الزيتون. هيك خلصنا الدريسنج تمام. هلأ بالنسبة لسلطة البطاطا في عندك عدة طرق، وأنا عملت تقريبا ثلاثة على موقع رؤية. واحدة عملتها مع بصل مكرمل، وواحدة عملتها بس بالمايونيز واللبن شبيهة بهاي الصلصة على فكرة كتير، وبرضه فيها مخلل خيار وفيها سلري كتير بيعطي نكهة للبطاطا، وطبعا فيها بقدونس مفروم. فشايفة هاي الصلصة لو بتعمليها نفسها وبتضيفيها للبطاطا المسلوقة وبتحطي السلري ومخلل الخيار بتطلع معاكي فظيعة كتير زاكية. بس ملاحظة كتير مهمة بسلطات البطاطا، سلطات البطاطا من السلطات اللي لازم ينحط عليها الدريسنج وهي ساخنة. يعني إذا أنت سلقتي البطاطا وبردتيها كتير وبعدين حطيتي عليها الدريسنج ما بتمتص البطاطا الدريسنج، بتفصل بتعمل زي هيك غلاف على البطاطا، فلازم ينضاف الدريسنج عليها وهي سخنة بعدين برديها بالتلاجة. في ولاء المصري من منطقة الأغوار عم تحضرنا وخلت حماها يحضر البرنامج معاها، فنحن بنسلم عليك يا ولاء ونشكرك انك خليتي حماك يحضر معك. اكيد هلا فتحنا له نفسه، فيلا بعد ما يخلص الفقره على المطبخ. يا سلام شو زاكي. هلا بدي احط لي دريسنج على الدجاج. نخلطهم. تمام، هذا رح اخليه الباقي حتى احطه بعدين على الخس والخيار الجزر. خلينا ننظف شوي حتى نقدر نشتغل على نظافة. رح احط برضو رشة زعتر، فكرة ما حطيت هون، والدريسنج. كم من سلطة بطاطا اعطيتيها؟ ثلاثة. موجودين على موقع رؤية. موجودين على الموقع. اوكي، في مادلين الخطيب من اربد بتسلم عليكي. الله يسعدها. ما بيكمل صباحنا حتى نحضركم من الصبح للظهر. الله شكرا لك يا مادلين. بقول لك منظر السلطه بشهي، ما بتتخيلوا شو طيبه جد. رح أخلي الدريسنج هذا جانبي حتى ما أخرب منظر الخس ويروح لونه من اللبن. رح أخلي هلأ طبقات. ديما سارة عايش بتقولك بدها الريسيبي لسلطة الشريمس مع الأفوكادو. ريسيبي لسلطة الشريمس مع أفوكادو أظن عملتيها؟ لا ما عملتها. ما عملتيها؟ ما عملتها، كنت أعملها لأنه أنا في عندي طريقتين، واحدة مع مانجا برضو معاهم. أوف. هي تروبيكال شوي هيك استوائية. تقدري تراسليني على صفحتي ببعث لك الوصفة لأنه مكتوب عندي يعني مقاديرها بتكون دقيقة أكثر. في شروق المجالي من الكرك كمان عم تحضرنا بتسلم علينا. ميرا بتقول شو ممكن أعمل حلو بالمسكربوني غير التيراميسو؟ كتير بتدخل حلويات، وعلى فكرة بتدخل طبيخ
بتعرفي انت هلا المسكربوني تشيز بتدخل كمان بالتشيز كيك، لانه انت فيك تستخدمي اي جبنه كريميه بدلها تعمليها بالمسكربوني، بس طبعا هي اغلى فمش الكل بيستخدمها. وبتدخل بالطبيخ مع الماسترد، دوبيها على النار وحطي معها ماسترد وكريمه، تخيليش طعمها قديش بجنن. في رغد بتقول ليش البتنجان بدوب في المقلوبه؟ هو ما بدوب، شكلك انت بتقطعيه صغير او بتقليه زياده. بتقليه زياده هو قطعيه تخين بالضبط. واشووه يا جماعه، بطلع اسكى. انا صرت اشوي ما لاحظت البتنجان بس ينشوى بيعطيك طعم النكهه اسكى، نكهه اطيب. بدك تستطعمي بطعم القلي بس. هلا بدي احط الدجاج بالنص. وهي كمان في رامي دانا بيعطيكم نصيحه بالخبز، ما قشرتوا البتنجان لسه بيعطيكم، بضلوا متماسك اكثر. طبعا حرام يتقشر الا اذا كانت القشره كثير قاسيه حسب نوع البتنجان، بس عاده لا ما بقشر. عبير الما صباح الخير يا عبير. بعدين جميله بتقول ما بنام مشان احضركم، عنا الساعه 3 الصبح. اوه نيالنا يا جميله. وين يا جميله انت ساكنه؟ اكيد شيء امريكا استراليا كنا. يمنى دياب بدي لو سمحتي مايونيز، طريقه المايونيز ما بعمل لك اياها، بس انا لو بدي اعمل لك طريقه المايونيز رح اعملها طريقه المايونيز المضبوطه، وهي بتدخلها صفار بيض. وانا هلا مش مع انك تحطي صفار بيض ني في اي وصفه حاليا بوقتنا الحالي مع هالامراض المنتشره، صح؟ فمش رح اعطيكي مايونيز كذبي يكون فيه لبن وهيك، لا يعني بفضل اعطيكي طريقه مايونيز حقيقي. بس انت اذا بدك يعني نفس النتيجه اشتري جاهز، لانه اصلا رح يكون برضه رخيص عليكي، ارخص، صار في كثير انواع. اوكي بدنا نقول لرغد صباح النور، زهره البيلسان، وامان خريسات شكرا لك، وسوسن قديسات من اربد بتسلم عليك يا ديما. الله يسعدها سوسن، بسلم عليها. واحلى صدر منسف من جد، تفضلوا ديالا وديما. عريب عماد صحه وعافيه، جيبي لنا معاكي بس تيجي. واحلى صباح من الطفيله من ساره. اهلا وسهلا. اهلا يا ساره. حسن عساف من فلسطين من مدينة قباطية، منصبح عليكم ديما وعلى الشعب الأردني، برنامج حلو كتير والأكل كتير زاكي، فتحتنا نفسنا. كلك ذوق. أنا في الشغل وعم بتابع فيكم، شكرا يا حسن عساف، كلك ذوق. تحياتنا لكل أهلنا بفلسطين وفي قباطية تحديدا. هلأ شوية بصل أخضر، آخر شيء طبعاً نحط اللوز المحمص. ما بتصدقوا نكهته مع المخلل والجاج قد ايه زاكية. هي يعني لازم حلو تتقدم بهالطريقة هاي ولا نخلط لا تنخلط، بس أنا لمنظر التصوير أكيد هيك أحلى. لأنه بدك الدريسنج يدخل على الخس، بدك إياه يجي على الجزر، على كل إشي. تمام هيك سلطتنا أمورها. بدنا طريقة الكعك بالعجوة، نعمل كتير موجود على موقع رؤية يا زهرة. موجود، افتحي موقع رؤية، هلا بنحط لك الرابط www.ruya.tv، وموجود على الحوايات كتير نعمل. ليه ما في اتصالات اليوم؟ ما حدا حكيتونا اليوم. احنا فاتحين الاتصالات، انتو حالقين لنا. طريقة خبز الشاورما أم سيف حجازي، خبز الشرق يا أم سيف أو خبز العربي الصغير؟ هي إيش بدها قصدها خبز الشاورما؟ لأنه خبز الشاورما في عندك يا أما بالخبز الكماج الصغير أو يا أما الشراك، فوضحي لنا إيش بدك ونعمل، ليش لا نعمل لك طريقة سهلة. حمزة حماد بصبح عليكي، منار علي كمان من السعودية، سعد صباحكم يا رب. منار بترسل تحياتها لأهلها. سماح كمان زعلانة. ليش يا سماح؟ شويش مش عارف، يمكن لأنه ما قرينا. خلاص أحط السلطة. جمانة عمهلك، بس بما أنك خلصتي حطي. نيفين أبو زيتونة هي وعم تسلم عليكي، رح أعملها اليوم، وزوجي عم بيحضر معاي بصبح عليكم. يسعد صباحه، يسعد كل العيلة وكل الخوات الحلوين اللي بيحضرونا.